السونار عشان حتى this is very important. هنعمل الدكتور محمد على نجاح المؤتمر الصيفي في الإسكندرية ونتمنى السنة الجاية إن شاء الله رأس البر تحتضنه إن شاء الله بإذن الله. ودلوقتي مرة تانية مع الدكتور أيمن إيميل في اللاكتوز انتولرانس والحلول المتاحة في مصر. معاكم تاني النهاردة، أتمنى ما تزهقوش مني. طبعا this session is sponsored by Splendid Pharmacy. Yet no interference with scientific content. الموضوع بتاعنا هو lactose intolerance where the solution is now available in Egypt. الحقيقة بس ناخد overview الأول كده. What is lactose؟ هو إيه lactose؟ lactose عبارة عن disaccharide sugar derived from condensation of galactose and glucose which form a bond اسمها B14 glucosidic linkage. والنيم كم من لاك اللي هو لاكتس لاتين وورد فور ذا ميلك واوز اللي هو نيمز فور ذا شوجر عشان كده من جه اسم اللاكتوز. It's a natural sugar in milk and other dairy foods made from milk وهو الاساسي هو الشوجر الاساسي في كل الديري برودكتس. الاستراكشر بتاعنا او البايوكيميكال استراكشر هو جالاكتوز بي 14 جلوكوز present in all mammalian milks in varying concentrations who has the molecular formula اللي هو C12H22O11 زي الكيميكال فورمولا اللي احنا شايفينها فوق دلوقتي. الهيومن ميلك از يونيك ان اتس هاي كونتنت تقريبا في 70 جرام لاكتوز 7% لو كومبيرد لل الكاوز ميلك في تقريبا 4.7% اللي هي تقريبا 40% وبالتالي البريست ميلك أو الهيومن ميلك هو higher content for lactose. ولو جينا شفنا درجات الحلاوة والطعامة أوكي في اللاكتوز فهنلاقي إن اللاكتوز الحقيقة هو أقلهم في السويتنس هو 0.2-0.4 ده degree of sweetness ولو جينا شفنا كده السكروز السكر بتاعنا هو أعلاهم هو 1 وبقية الحاجات كلها بتتراوح ما بين من 0.4 إلى 0.7. وبالتالي طالما اللاكتوز كده موجود في الهيومن ميلك وهو السورس بتاعنا وربنا خلقه ان هو يبقى اساسي وتقريبا 70% منه هو اكتر من كل انواع الالبان واقلهم في السويتنس عشان كده التولرنس بتاعه مع الاطفال وبالتالي عايزين نشوف ايه البنفيتس بتاعته. اولا هو مهم قوي اللاكتوز عشان بيعمل ايرلي شيبنج للجات مايكروبيوتا وبالتالي بيشتغل كبري بايوتيك. طبعا It protects the lactating breast and the neonatal GI tract against infection by selective limitation of the environmental microorganisms that have more difficulties with fermenting in lactose compared to simple alpha-linked glucose polymers. وبالتالي كل الحاجات اللي موجودة في السوق دلوقتي الأوليغوساكرايدز وما شابه كلهم بيستخدموا كبريبيوتيك. كمان مهم قوي في البروسيس اوف لاكتيشن اللاكتوز كان بي ايزلي سيكريتد اند ايد ان دروينج ووتر انتو ذيس ماماري جلاندز وذيرفور ويل ديتيرمين الفوليوم اوف ميلك بروديوسد وبالتالي كل ما الاماونت اوف لاكتوز موجود في الميلك كل ما هيقدر يسحب ميه اكتر جوه الماماري جلاندز وبالتالي الميلك ده هيبقى الاماونت بتاعه اكتر. اوكي الستابيليتي اوف ذا كلوكوز ان سوليوشن انيبلز البودي تو ترانسفير سيجنيفيكانت اماونتس اوف انرجي تو ذا نيونيت وذاوت اكسسيف اوزموتيك افكت وبالتالي هو برضه ملوش اي اوزموتيك لود. ثالث سورس طبعا هو سورس اوف انرجي بسايد سيرفينج از ان انرجي سورس زي كل الكربوهيدرات لكن لاكينج ريوردنج افكتس مش بيدي اي ريورد للبرين العيني بس ساتسفايد ويشبع وبالتالي مهم قوي الله الاذر كربوهيدرات زي السكروز والمالتودكسترين لما الحد خد حاجه مسكره قوي هيدي امبلسز وريورد افكت للبرين انا اخدت حاجه حلوه جميله وبالتالي هبطل اكل وعشان كده هو اقلهم في الحلاوه واقلهم في الريورد بتاعه بالنسبه للبيبيز. It provides glucose and galactose which serve as building blocks for various macromolecules زي ما قلنا الأوليغوساكرايدز الـ HSMOs والجلايكوبروتينز اللي موجودة والجلايكوليبيدز وبالتالي هو المين سورس بتاعنا هو بيشتغل كأوليغوساكرايدز. كمان هو في السورس اوف انرجي هو least كاريوجينيك هو أقلهم في التسويس بتاع الأسنان among the fermentable sugars وعنده low glycemic index وبالتالي لو خدناه
الجلوكوز بتاعنا ما بيعلاش زي بقية أي حاجة في الشوجرز لو اتخذت لو العيان ده عنده أي impairment للإنسولين في الديابيتس أو كده. Furthermore, the enzymatic hydrolysis into monosaccharides is considered a rehydration mechanism in the small intestine, لأن زي ما قلنا إن هو هيبتدي يسحب مية ويreward more water inside the intestine. رابع حاجة, it's very important للمينرال absorption. الحقيقة lower pH increases the solubility of calcium and other minerals, المغنيسيوم والمنجنيز والزنك كمان into the luminal content, وبالتالي هيحسن الباسيف absorption في الكولون. Very very important للبريم development, وده من أهم الحاجات ليها. عشان كده الجالاكتوز is incorporated للبرين مايلين ليبيدز, واللاكتوز acts as a substrate for the synthesis of these galactolipids. Well, correlation has been suggested between the brain development and the lactose content of milk in different species of mammals. وعشان كده زمان كان عندنا lactose free formulas وحاليا بقينا low lactose formulas. ليه؟ وده من أهمية اللاكتوز عندنا في البادي. وعشان كده هو ربنا خلقه هو المين سورس, وعشان كده هو مش بيخلق أي حاجة من لا شيء. هو فعلا very important للبرين development, وكل ما يكتر اللاكتوز وكل ما العيان ده ياخد اللاكتوز early in life كل ما هيبقى البرين بتاعته more developed. كمان طبعا ممكن يستخدم بره في الاندستريز والفارماسيوتيكالز. طبعا ممكن نستخدمه as a source of lactic acid bacteria during the dairy product fermentation and its breakdown. وكمان ممكن أعمله يبقى isomerized alkaline solution اللي هو اللاكتيولوز, واللاكتيولوز ده بيستخدم في الconstipation. الجيرني بتاع اللاكتوز بتاعنا لما بيخش عندنا ويبقى absorbed, هنلاقي اللاكتوز يبتدي يخش مع الميلك وينزل على السمول انتستين, يلاقي اللاكتيز انزيم موجودة على البراش بوردر بتاع السمول انتستين, يبتدي يعمل له بريك داون زي ما اتفقنا الى جلوكوز وجالاكتوز, وبالتالي يحصل لهم ابزوربشن من السمول انتستين انتو ذا بلاد ستريم وما ينزلش اي حاجة تانية في الكولون. ولكن لو العيان ده اللاكتوز او اللاكتيز انزيم بتاعه is deficient او قليل او مفيش absent, الحقيقة مفيش الاكتيزيا, الحقيقة كلهم hypolactasia, وفي يا اما عندي intolerance ما بين او differentiation ما بين اللاكتوز load واللاكتيز presence. وبالتالي لو لما اللاكتوز هيعدي في السمول intestine مش هيلاقي اللاكتيز انزيم in variable amounts, يبتدي ينزل للكولون يلاقي البكتيريا بتاع الكولون اللي هما النورمال commensals اللي موجودة تبتدي تعمل له fermentation, ودي اللي هتطلع الجاز والأسيدز, ودي اللي هتأدي للسيمتومز بتاعتنا الفلاتلنس والابدومينال بين والانتستينال فيلاي. طبعا هي اللي بتطلع اللاكتيز اللي اسمه بيتا دي جالاكتوزايديز من اسمه عشان الاسم بتاع او الكيميكال كومبينيشن بتاع اللاكتوز. طب لو جينا لو العيان ده عنده intolerance, what is the definition of a lactose intolerance? Is a syndrome having one or more of symptoms upon the consumption of food substances containing lactose. Well, individuals may have maybe lactose intolerance to varying degrees depending on the severity of these symptoms. يعني على ضوء السيمتومز هقول الليفل اوف لاكتوز العيان ده عنده قد ايه. اللاكتوز intolerance is not an allergy. في فرق جامد قوي ما بينه وبين الالرجي. It's not an immune response, ولكنه sensitivity للديري caused by the lactase deficiency. والother terms بتاعة اللاكتوز زي ما قلنا هو lactase deficiency, lactose malabsorption, lactose overload أو hypolactasia, ولكن there is no alactasia خالص. والresponse بتاعنا بيبقى variable according to the level of lactose أو فلاكتيز إنزيم اللي موجود في الانتست. وطبعا ده الفرق ما بينه وما بين الميلك بروتين انتولرانس. عشان كده ما يجيلكش حد عامل تحليل عنده شوية أي manifestations loose stools و distension و regurgitation وعمل stool analysis وعمل reducing sugar طلع positive ويتشخص إن العيان ده عنده ميلك allergy. لا, ده لاكتوز انتولرانس, وهنقول الانفستيجيشنز وكل حاجة بالفلسس بتاعتها. الميلك allergy is an immune reaction للميلك, ما ينفعش لوحده بس. ده احنا عندنا حاجه اسمها كومس سكورينج سيستم بيقول لك يبريدكت امتى يبقى ده ميلك الرجي. في اذر فاكتورز كتيره قوي, لكن مش مجرد انك عملت له ريديوسينج سبستانس ان ستول طول العيان ده على طول ميلك الرجي يبقى موجود.
ايه التايبس بتاعتنا؟ عندنا 4 تايبس اساسيين، عندنا congenital lactose intolerance، عندنا developmental lactose intolerance، وprimary and secondary lactose intolerance. الcongenital lactase deficiency اوكي هو ده rare او very rare condition، عباره عن autosomal recessive enzymatic defect from birth، وطبعا حطران in families، وده الوحيد اللي بيبقى فيه complete lack of lactose from birth، وبعد كده it's not recognized and treated early it can be a life threatening. الديفلوبمنتال ده بيحصل في البريترم بيبيز الاقل من 37 ويكس، عندهم temporary lactose intolerance because of their small intestine was not fully developed by the time they were born، وعشان كده this is because the lactase production in the baby begins at in pregnancy after the 34 week of gestation where it usually improves as the babies grows older تقريبا around the 4th months. وعشان كده من اساتذتنا زمان بتوع النيناتولوجي اللي اتعلمنا منهم واحنا نواب، كنت هتلاقي البيبيز البريتيرم لما كنا نبدا فيدنج كانوا يقولوا لنا طب ابدا باللاكتوز فري فورمولا عشان بيبقوا بتقلل شويه الانتولرنس بتاعهم وتلاقي مفيش ريزيدوال، وتبدا كده وتلاقيك بتزود وتلاقي العينين فعلا بيتحسنوا لما تبدا لهم البريماتور فورمولا، تلاقي يحصل لهم ديستنشن وريزيدوالز وتلاقيهم مش قادرين يكملوا، تقدر توقف الرضاعه وتفضل توقف وتقعد مش تقدرش تزود، ولو بدات بعد كده بلاكتوز فري فورمولا تلاقي ان انت عارف تانكريز، وطبعا ده بسبب الديفلوبمنتال لاكتيز ديفيشنسي اللي هتبقى اوفركمد باي تايم. البرايمري لاكتيز ديفيشنسي هو الموست كومن كوز وورلد وايد، ولكن ده انهيريتد جينيتيك افكت، ولكن أن تتخيل أنه هو it usually occurs after the age of 2 years، مش بيبدأ من البداية خالص. It develops when the lactase production decreases as your diet becomes less reliant on milk and dairy products. البريست فيدينج والفيدينج بتاعه اللي هو معتمد mainly على الميلك هو في أول سنتين من عمره، وبعد كده يا إما بياخد ميلك يا إما بياخدش، يا إما بياخد كوباية كل حين ومين. لو هو بقى عنده الجين وده اللي بيتعمل له تيستينج للجين خلاص يبتدي manifest after the age of 2 years. فالبرايمري على الرغم ان هو common worldwide في امريكا وفي ايشيا وفي اماكن كتير، بس it presents very late، فما فيش عيان يبقى عنده primary lactase deficiency وشخصه قبل سن السنتين. السكندري هو ده one of the commonest causes طبعا، لان ده acquired cause و it can occur at any age as the result of another condition، يا إما surgery to the small intestine، يا إما أي حاجة عملت injury للsmall intestine. إيه اللي ممكن يعمل لنا كده؟ الجاسترونترايتس، معروفة عندنا البوست جاسترونترايتس أو البرزيستنت دايريا، one of the mechanisms بتاعتها إن يبقى عندنا lactose intolerance، وساعتها كنا بنشفت الفورمولا زمان. السيلياك ديزيز طبعا affecting الفيلاي، ويبقى عندك من complete villus atrophy، وبالتالي هو موجود اللاكتيز انزيم ده على البراش بوردر، فلما عندك complete villus atrophy definitely هيبقى عندك lactase deficiency. Crohn's disease affecting the small and large intestine definitely هيبقى عندك inflammation في small intestine definitely lactase هيبقى قليل. Long courses of antibiotics اللي هتعمل لك disruption للgut microbiota which is involved in everything دلوقتي، وبعد كده هي دي طبعا ممكن هتأدي الى الانفلاميشن اللي موجود. Long courses of chemotherapy لو عيان على chemotherapy، الحاجات دي كلها هتعمل لك secondary lactase deficiency. It's either temporary or permanent على حسب، لو ده long term condition عيان على chemotherapy او cancer patient ولا Crohn's disease ومش عارفين يخش في remission. It can develop later in life even without another condition to trigger it. This is because your body's production of lactase naturally reduces as you get older، وعشان كده ال elderly كمان مش بيقدروا يتوليريت الميلك، تلاقي في ناس كتير قوي على الميلك وبياخدوا ميلك عادي خالص ويجي لهم at a time يبقى عندهم lactose intolerance. وعندي كذا حد الحقيقه من البيشنتس الاقيه جاي لي بيقول لي اصل لسه بابا مكتشفين ان هو عنده لاكتوز انتولرانس دلوقتي، ما بيقدرش يتحمل الديري برودكتس. فطبعا ممكن باي انجريز باي حاجات من ضمن الميكانيزمز الكتيره قوي اللي حاصله دلوقتي مع الفانكشنال جي اي ديس اوردرز، سواء في الانفانسي والتودلرز زي الانفانتايل كوليك او سواء في الفانكشنال ابدومينال بين سندرومز، من ضمن الميكانيزمز اللي مشروحه ان بيبقى عندنا انفكشن انديوست لاكتيز ديفيشنسي ويحصل له لاكتوز اندورنس، ان الانفكشن تعمل اريتيشن وتبتدي تاكل في البراش بوردر فيبتدي يقلل اللاكتيز اكتيفيتي، وبالتالي تلاقي العينين دول في الاي بي اس والابدومينال بينز وكل اللي هم بيشتكوا بيه، لما تشيل الديري برودكتس او تقللها شويه
خلاص يبتدي هما السيمتومز بتاعتهم تبقى أحسن. ف one of the mechanisms في الفانكشنال جي اي disorders هو السكندري لاكتيز ديفيشنسي. طب ايه السيمتومز؟ السيمتومز vary in intensity from very mild to extremely unpleasant, وطبعا ده depending على الليفل اللاكتيز انزيمز اللي موجودة عندك والamount of consumed lactose. فهي بالانس اللاكتوز اللي انت بتاخده قد ايه والانزيمز اللي عندك قد ايه, كل حاجة variable. It's extremely rare for lactase enzymes to be totally absent. زي ما اتفقنا, it's extremely rare from the body. وبالتالي most people tolerate small amounts of dairy. However, intake beyond this threshold will cause symptoms. يقول لك أنا لو خدت كوباية صغيرة من اللبن أو الزبادي ما بيحصلش مشكلة. لو خدت لبن الصبح وزبادي بالليل ما عرفش أنام وجازز وديستنش. فإتس variable degree. خلاص, ومش هتقدر تقول الدجري قد إيه لكل العيانين, ولكن هنعرف دلوقتي amount معين واحنا ماشيين. السيمتومز develop about 20 minutes to 2 hours after consuming lactose, وده مهم في التستس اللي ممكن نعملها في الإليمينيشن. It may be delayed due to accumulation of undigested lactose in the gut. كل ما ياخد لاكتوز كتير الصبحية ويأكيوميليت ويطلع يحصل له فرمنتيشن يأكيوميليت جاز, فتلاقي على بالليل is distension يبقى more severe. Babies suffering from lactose intolerance may suffer nearly continuous symptoms as their diets are based mainly يا إما breast milk يا إما cow's milk formula. وبالتالي كل اعتمادهم mainly على كل الحاجات اللي فيها لاكتوز, وبالتالي هتلاقي السفرنج بتاعهم ممكن يبقى سيفير. وزي ما اتفقنا ان البريست ميلك هو اعلى من الكاوز ميلك في اللاكتوز, في 70 تقريبا جرام عن ال 70%, والميلك فورمولا الكاوز ميلك بيبقى 40%. It's common for baby symptoms to appear worse in the late afternoon and evening زي ما قلنا, نتيجه البيلدينج اب اوف جاز اللي بيحصل during the day time. Lactose intolerance should be suspected in babies that show the following: excess wind or flatulence, وبلوتد ابدومن, الابدومن منفوخه, وirritability and inconsolable crying. Inconsolable crying ان الجده ما تعرفش توقف العياط بتاع الطفل, اكتر حد يوقف العياط هي الجد اكتر حد. اوكي, fussiness, تلاقيه متضايق وزهقان وعنده irritability ومش عارف فيه ايه. يبقى عنده green frosty stools او explosive diarrhea. يبقى عنده nappy rash و excoriation نتيجة الاسيديك ستول اللي عمال بينزل فبيقعد ياكل في السكين من تحت, وده اللي يمكن بيخلي بعض الناس يلخبطوه يلاقي diarrhea و nappy rash يقول لك ده milk allergy. لا, it's not milk allergy. لازم نجمع في الميلك allergy, يمكن قلناها في اول مؤتمرات مع دكتور محمد هاشم لما دعاني, وقلنا ساعتها ان احنا بنحط scoring system يجمع 12 points يبقى ده يعني possible suspected أو milk allergy, اعمل له elimination challenge. لكن مش كل العيانين تيجي منحهم من dairy products, وحنقول شوية كلام وإحنا ماشيين تاني. How are you going to diagnose? الحال diagnosis is mainly clinical بالsymptoms. أكتر حاجة هو يقولك بتحصل 20 minutes ل 2 hours بعد السيمتومز. يقولك أنا باكل dairy products ببتدي أحس بالتعب. الأطفال الكبار هيبتدي هو يحس يقول لك دايما بتعب. طب أنت فطرت إيه؟ كل لما بالليل يتعشى يصحى الساعة 3 الفجر على البين, عنده شوية بين وديستنشن ولازم يخش الحمام. إيه اللي أتعشى بالليل؟ أصل هو دايما ما بيتعشاش, بيتعشى خفيف زبادي, يا دوبك هما كوبايتين الزبادي اللي بياكلهم بالليل. فطبعا كل ده الكلينيكال سيمتومز اللي تحصل بعد ده هو ده اللي ممكن يقول لك. ولكن في شوية لاب تيست أشهرهم الثلاثة اللي موجودين في الأول, اللي stool pH و reducing sugars in stools وال elimination and reassessment. في طبعاً الهيدروجين بريست تيست, وده بيعتبروه تقريباً يعني ما يشابه الجولد ستاندرد, اللاكتوز أو milk tolerance test, small bowel biopsy و genetic testing. اللاكتوز والmilk tolerance test بيتعمل حياة برة بس مش عندنا, اللي هو العيان ياخد لاكتوز أو ياخد milk وبعد كده يبتدي يقسوله البلاد جلوكوز ليفل. فلو هو لا عنده لاكتيز هيكسر اللاكتوز ويبتدي يحصل له absorption للجلوكوز, فيبتدي يحصل له rise للجلوكوز level, ولكن ده مش بيتعمل. small bowel biopsy هي وندور فيها على اللاكتوز, على اللاكتيز انزيم. طبعا دي بنسميها gold standard بس دي للأسف مش موجودة, يعني it's not available here خالص ولا في أي حد بره بيعملوها. طبعا عندهم يقدروا يعملوا كل حاجة. الجينيتك تيستينج وهو ده اللي أنا كنت بقول عليه, إن هو بيشوف الجين بتاعه, بس ده في الناس اللي هم ادلتس وبدا يبقى عنده سيمتومز
لللاكتوز انتوليرانس والجين دلوقتي في بعض الاماكن الحقيقه بتعمله بتعمل الجينيتك تيستينج لللاكتوز انتوليرانس بس ده مش مهم خالص لينا في الاطفال ده مهم عشان نعرف الادوليسنت ده او حتى الادلت ده لايبل ان هو ده عنده لاكتوز انتوليرانس ولا لا لو في كذا حد في العيله او عايز يشوف بقيه العيله او هو بدا يبقى عنده سيمتومز عايز تدور فعلا عنده الجين لان ده هايبرزيست معاه على طول ولا لا ناخد واحد واحد الستول بي اتش النورمال بي اتش بتاعتنا من 7 ل 7.5 البريست فيد لك ان تتخيل ان هم بيبقوا سلايتلي اسيديك هم اقل من 7 من 6 ل 6.5 الفورمولا فيد زيهم زي النورمال دايت بتاعنا من 7 ل 7.5 والناس اللي هم لاكتوز انتوليرانس لازم البي اتش بتاعتي تقل عن 5.5 لازم اتس بيلو 5.5 عشان اقول ان ده اسيديك بي اتش الريديوسينج شوجرز ان ستولز جت منين الفكره الفكره جت من ان اللاكتوز هيبتدي ما يحصلوش ابزوربشن عشان ما عنديش لاكتيز فيبتدي تتحوش وتبتدي تويذرو ووتر والكترولايتس وتعمل لي اوزموتيك دياريه وكان التيست بتاع ريديوسينج شوجر اسمه بينيتكس رياكشن رياكشن للكبر او اسمه كليني تيست هنقوله حالا It is used to differentiate between osmotic and secretory diarrhea. والحقيقة ده كان التيست بتاع البرزيستنت دايريا أو أي حد عنده كرونيك دايريا أكتر من شهر كنا بنعمل إيه؟ بنوقف اللاكتوز ونشوف لو حصل له ريسبونس يبقى ده اسمه osmotic دايريا. أوكي لو ما فيش أي ريسبونس بنعمل له التيست ونشوفه لو في reducing positive يبقى ده osmotic لو negative يبقى ده secretory دايريا. وكنا زمان عشان نفرق برضو ما بين الاوزموتيك والسكريتري هي نفس الفكره جايه من الفاستنج الريسبونس للفاستنج لما انت تمنع اي انتيك يبقى انا يحصل له ريزوليوشن للدايريه يبقى دي اوزموتيك كل اللي بياخده ما بيحصلوش ابزوربشن يعمل له اوزموتيك دايريه لكن السكريتري دايريه ده بتسكريت ووتر جوه الانتستين سواء منعت الاكل او ما منعتش الاكل فهي نفس الايديا كانت الفكره كلها جت من ان انت لما بتعمل فاستنج بيحصل بتشك بيقل الدايريه فبيبقى بتشك ان ده اوزموتيك نفس الفكره لو عملت ريديوسينج بوزيتيف وطلعت بوزيتيف في العيان اللي عنده دايريه يبقى غالبا دي اوزموتيك دايريه محتاج تشيل منها اللاكتوز البوزيتيف ريزلت هتانديكيت دايساكارايديز ديفيشنسي اوكي ويبقى عندي شويه مال ابزوربشن للدايساكارايدز وبالتالي اتس نوت سبيسيفيك لللاكتوز هي كل الدايساكارايدز البينيدكس رياكشن والكليني تيست وكان موجود عندنا الحقيقه من زمان قوي في المستشفى كنا بنعمله فعلا اسمه كليني تيست ولكن الكليني تيست ده لازم يتعمل على ووتري ستولز يعني لو ستولز بتاعتك فورمد ما ينفعش ياخدها لازم تبقى ووتري ستولز وبياخد منها 1 فوليوم من الووتري ستولز ويحط عليهم 2 فوليومز ووتر ويعمل لها ميكس كويس قوي ويحط عليها 15 دروبس من السسبنشن ديت في تيست تيوب ويحط عليها القرص بتاع الكليني تيست وكان موجود زمان الكليني تيست ده موجود عندنا بنعمله خلاص لو ادالك انديكيشن ان هو يلو تو براون كولر يبقى ده غالبا عندي ريديوسينج شوجرز موجوده في الستولز بتاعتي وليه ليفلز معينه النورمال اقل من 0.25 جرام والسسبيشس من 0.25 ل 0.5 والبوزيتيف من 0.5 جرام هم دول الريديوسينج سبستانس ان ستولز بس في فالاسيز زي ما قلنا الريديوسينج شوجرز ما هواش اللاكتوز ده هو اللاكتوز والفركتوز والجالاكتوز والبنتوز تاني حاجه ريديوسينج نون كاربوهيدرات سبستانسز زي الاسكوربيك اسيد والساليسيليتس والبنسلين وده اللي بيدي لك فولس بوزيتيف ريزلتس اللي عنده لو بياخد فيتامين سي هتلاقي الريديوسينج شوجر بتاعك بوزيتيف وبالتالي ليه شويه فولس بوزيتيف ريزلتس عشان كده ما هواش الادعى عملت ريديوسينج شوجر انستول طلع بوزيتيف واحنا لسه قايلين ان احنا عندنا شويه ديفلوبمنتال لاكتيز ديفيشنسي وبالتالي اتس كومن انك تلاقي ان ريديوسينج سبستانس ان ستولز بوزيتيف في اول 4 لـ6 شهور من العمر وده عادي خلاص الايديا كلها هي السيمبتومز انا عايز اعالج ايه عايز اعالج سيمبتومز انا مش هعالج الانزيم انا بعالج السيمبتومز فالتيست لوحده از نوت انف كل ما اطول هاخد هديه زياده elimination elimination الحقيقه في ال NHS قالت ان ممكن تعمل elimination بس مش elimination re-challenge elimination and assessment before seeing your GP keep a diary of what you eat and drink وروح قول له ان انا بلاحظ symptoms معينه مع الاكل الفلاني اوكي وبالتالي هو ساعتها ممكن يعمل لك trial to remove the lactose from your diet for 2 weeks وتسي
هل السيمبتومز بتاعتك اتحسنت ولا لا؟ فهو اتس اليمينيشن وري اسسمنت بعد 2 ويكس، بس مش اليمينيشن للتشالنج بتاع الميلك. الميلك ده حاجه ثانيه، اليمينيشن للتشالنج ده معمول للميلك الرجي. زي ما اتفقنا الهيدروجين تيست هو الموست اكوريت والجولد ستاندرد، بس هو حقيقه مش موجود هنا غير في بعض اماكن صغيره بتعمله. عندهم الجهاز، في بعض الجهاز الجديد اللي موجود اللي بيتست للاتش بايلوري بريست تيست بيعمل برضو الهيدروجين بريست تيست في بعض الاماكن بتعمله، ولكن برضو هو برضو نفس فكرته ان انت لما بتاخد اللاكتوز هيبتدي يطلع جاز، هيطلع اسيد فيبتدي يبريز فيتنفس في حاجه زي بتاعه اليوريا بريست تيست بتاعه الاتش بايلوري، ولكن برضو انا مش محتاج ان انا اقعد اعمل كل التست ديت. ممكن تعمل حاجات البسيطه بتاعه اللاكتوز، ولكن تيست الاكسبنسيف ديت ومرهقه جدا للاطفال، ولازم يبقى طفل كبير كوبرتيف ان هو يعمله. يعني ده مش هعرف اعمله في حد صغير لغايه سن 5 سنين، لازم يبقى كوبرتيف ان انا بديله باك اقول له انفخ فيها وبعد كده نبتدي نري اسيست تاني ياخد حاجه فيها لاكتوز وننفخ ونقيس الهيدروجين تاني. المين لاينز اوف تريتمنت بتاعتنا، اول حاجه طبعا شيل ده من ده، يرتاح ده عند انا بتعب ما عنديش لاكتيز ما بهضمش اللاكتوز، اشيل اللاكتوز ارتاح. فشيل ده من ده يرتاح ده عند اللي هي الدايتري افويدنس، بس ليها ريستريكشنز كتير وليها حاجات تانية كتير هنقول عليها. الميلك سبستيتيوتس موجوده دلوقتي كتير، ولاكتيز انزيم، وتريتمنت اوف سكندري كوزز. يعني العيان اللي عنده سيلياك ديزيز هعمل له اليمينيشن للجلوتين، وممكن في البدايه لو هو عنده سيمتومز جامده وعنده بلوتينج وديستنشن ودايريا اليمينيت كمان اللاكتيز في الاكل بتاعه لغايه لما اللاكتيز يبقى ديفلوبت، او ان انا احط له لاكتيز انزيم يساعده في البدايه لغايه لما الانتستين تجرو من الجلوتين اللي كان عامل لها اتروفي، او لو عنده كرونز ديزيز وان اكتيفيتي ممكن تساعده ان انت بتعمل له اليمينيشنز في الدايت. ومن هنا جت فكره ان الكرونز ديزيز من الحاجات الوحيده اللي ليه اكسكلوسيف انترال نيوتريشن من ضمن اللاينز اوف مانجمنت، ان انت بتعمل له 12 ويكس ترايل لاكسكلوسيف انترال نيوتريشن، بتشيل كل الديريز والجلوتين والحاجات اللي بترهق السمول انتستين عشان العيان يبتدي مع الانفلاميشن بتاعته تبتدي تسبسايد، فتبتدي الانتستين تجرو وتبتدي تطلع كل الدايجستيف انزيمز اللي منهم اللاكتيز، وبالتالي يبتدي اوفركم، او ممكن تحط له لاكتيز كمان تساعده مع الكلام ده. طيب الدايتري افويدنس، خلي بالك ان انت لو شلت اللاكتوز معناه ان انت هتشيل الميلك خالص، واحنا لسه قايلين الميلك واللاكتوز بحد ذاته امبورتنت للبرين ديفلوبمنت، اوكي؟ وبالتالي هو هايلي نيوتريشس وفي سورس للبروتين والكالسيوم والفيتامينز، وبيحتاجه موجود كتير عشان اقدر ابزورب المينرالز والزنك. فلو انا شلته خالص تماما يبقى انا شلت حاجات كتير، العيان ده هيخش مني في مان نيوتريشن وستو بروزس لو هو تشايلد، وريكتس او كبار يعني، وريكتس لو احنا صغيرين. البيبر ويز برايمري لاكتيز ديفيشنسي and no small intestine non small intestinal injury، ما عنديش اي injury small intestine اللي قلنا بيديفلوب على سنتين دوت ويبتدي يبقى عنده السيمتومز بروجريسيف بعد كده، ممكن يتوليريت ات ليست 12 جرام اوف لاكتوز بير سيتنج without symptoms and with only mild او with only mild symptoms. يبقى عنده سيمتومز بسيطه تبقى توليريتد، وهو ده الهدف، ان احنا لازم يبقى عندي تولرانس للسيمتومز، هو ده هدف العلاج بتاعي، ان انا يبقى توليريت السيمتومز او سيمتوم ابقى سيمتوم فري. فبالتالي 12 جرام، طب انا هعرف ال 12 جرام ده موجود في ايه؟ لو جينا بصينا هنا هنلاقي الريجولر ميلك موجود فيه 12 جرام، الريديوسد فات هتلاقيه اعلى في 13، اليوغرت فيه 9، اوكي؟ اللو فات في اليوغرت هتلاقي اعلى، اي حاجه سكيمد او لو فات بالعكس فيها الفات فيها اللاكتوز كونتنت بتاعنا اعلى. هنلاقي ان اقل الحاجات اللي هم الهارد تشيز، الشيدر والحاجات الهارد تشيز والكوتج تشيز، هم دول فيهم اقل الحاجات اللي فيها لاكتوز، فهو يقدر يتولريت لغايه 12 جرام. يعني لو خد قطعه صغيره، وهنقول ازاي يقدر يهندل القصه ديت بعد كده later on in life. طيب سؤال، what would you do in a breastfed infant؟ يعني breastfed infant وجاي عنده سيمتوم للي احنا قلناها بتاعه اللاكتوز انتولرانس، هتعمل ايه؟ هتستوب الديري برودكتس للمذر، ولا هتستوب البريست فيدنج وتدي له لاكتوز فري فورمولا، ولا هتستوب البريست فيدنج وتدي له اتش اي اللي هو هايبو الرجينيك فورمولا، ولا هتستوب البريست فيدنج وتجيف امينو اسيد فورمولا؟ ايه رايكم؟ طيب رقم واحد زي ما الدكتوره نهال قالت، رقم واحد و1000 دو نوت ستوب بريست فيدنج.
طب هو عنده لاكتوز انتوليرانس دو نوت ستوب بريست فيدنج البي اتش اوف ستول اسيديك دو نوت ستوب بريست فيدنج ريدوسينج سبستانس بوست دو نوت ستوب بريست فيد من الاخر ما توقفش الميلك خالص خلاص رونج مانجمنت بنشوفها كتير والرونج مانجمنت الاكتر خلاص بيوقف ساعات البريست يوقف لها الام منتجات الالبان ويديها لاكتوز فري فورمولا من ضمن الميس مانجمنت اللي شفتها كتير يدي البيبي لاكتوز فري يساعد مع البريست ويقول لها انت منع البريست فيدنج انت قللي الالبان في اكلي طب انا استفدت ايه اقلل الالبان في اكلي وادي له لاكتوز فري فورمولا هو انت مشخصه لاكتوز ولا مشخصه الرجي هو مشخصه الرجي خلاص وعامل له كده طبعا لا لو لاكتوز ما ينفعش خالص لا بمنع اي حاجه ولا بقلبه على فورمولا كمل زي ما انت ما توقفش بوزيتيف وسيمتومز وكل الحاجات دي كلها كمل بريست فيدنج دو نوت دو اني اوف ذيس كل ده رونج مانجمنت لكن لو هو انفنت فورمولا انفنت لفيد اغير ل ال اف ولا اتش اي ولا امينو اسيد ساعتها ممكن اغير اللي جاي بعد كده اغير لللاكتوز فري فورمولا وعشان كده دلوقتي الحقيقه كل اللاكتوز فري فورمولا ما بقاش اسمه لاكتوز فري فورمولا بقى اسمه لو لاكتوز فورمولا اوكي فانا مش محتاج ان انا اقلبه ل اتش اي اللي هو هايبو الرجينيك هو ايه الفرق الفورمولا العاديه الستاندرد فورمولا فيها بروتين اللي هم الوي والكازين وفيها اللاكتوز ال LF فورمولا فيها البروتين اللي هم الوي والكازين وشايلين اللاكتوز او حاطين فيه 2% بس طب الهايبو الرجينيك راحوا شايلين الكازين اللي بيعمل مشكله مع الالرجي وحطوا الوي زي ما هو مش هيدروليز اوكي زي ما هو كده وبعد كده خلوا له لاكتوز هو ده معظم الكومفورت فورمولاز اللي موجوده في السوق او الهايبو الرجينيك فورمولاز البارشلي هيدروليز لا انا خدت الوي رحت مكسره وشلت الكازين خالص تمام وحطيت له برضه لولاكتوز او ساعات في بعض الحاجات بيشيلوا اللولاكتوز الامينو اسيدز ده شايل كل حاجه خالص لان ده الرجي الانتستين مش مستحمله اي حاجه خالص شايل اللاكتوز وشايل البروتين وحاطط بدلهم امينو اسيدز وجلوكوز بوليمرز الميلك سبستيتيوتس اللي بقت موجوده دلوقتي الحمد لله يعني جهينه ولامار وكل الحاجات دي كلها نزلوا كتير قوي هتلاقي فيه صوي ميلك ورايس ميلك والموند ميلك وكوكونات ميلك وهازل ميلك واوت ميلك كلهم دول كلهم بلا استثناء كلهم لاكتوز فري ولكن they do not provide adequate nutrition ما اقدرش ان انا اقلب الطفل واقول له امشي على الحاجات دي مش هياخد نيوتريشن خالص ولا هيبقى فيه absorption للمينرالز والعيان ده هيخش definitely في mineral deficiencies و malnutrition اللاكتيز انزيم هو لاكتيز عباره عن سبستيتيوت بتريبليس اللاكتيز اللي موجود في الانتستين عندنا اللي هو مش بيطلع بالقدر الكافي وبالتالي it can reduce the symptoms by breaking down any lactose in your diet it can be added either to the milk or taking just before eating a meal containing lactose ده الايزي كول بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه النهارده اللي هو اللاكتيز دروبس لاكتيز دروبس ده digestive enzyme بتهيدروليز الميلك زي ما اتفقنا اللي هو المين شوجر لغايه الجلوكوز والجلاكتوز عشان يحصل له absorption. It's very safe as the lactase enzyme there is no systemic absorption. طبعا جراس generally recognized as safe the trademark بيتحط على اي حاجه safe بتحط generally recognized as safe. ايه indications البوست gastroenteritis او persistent diarrhea بدل ما تقلبه على لاكتوز فري فورمولا عشان هو عنده دايريه كمل زي ما انت لو بريست فيد يكمل بريست فيدنج اوكي وما تقلبوش على لاكتوز فري اديله لاكتوز لو هو فورمولا فيد هقول لك كمل بقى كمان على ستاندرد فورمولا واديله لاكتيز قبل كده ما كانش عندنا لاكتيز بس احنا عمالين نشوف البينيفيتس بتاع اللاكتوز بتاعتنا قد ايه على الديفلوبمنت وقد ايه على الابزوربشن لكل حاجه وبالتالي if you have the chance ان هو ممكن يرسبوند مع اللاكتيز انزيم يو كان جيف ات طبعا السكندري كوز زي ما اتفقنا مع التريتمنت بتاع السكندري كوز السيلياك ديزيز ويز اليمينيشن اوف جلوتين او الكرونز ديزيز ويز اليمينيشن لل مع الانتي انفلاماتوري دراجز وتعمل له اليمينيشن في الدايت طبعا ده ممكن يساعده كتير قوي في التريتمنت زي ما اتفقنا فيدنج انتوليرانس ان بريتيرم انفانتس وفيدنج انتوليرانس ان تودلرز بدل ما كنا بنقلبهم برضو على
special formulas. You can give a premature formulas عشان تgain weight وفي نفس الوقت تadd lactase enzyme عشان يحسن الabsorption of lactose ويقلل symptoms ويقلل residual اللي بيحصل كتير قوي في الحضانات بتاعتنا. Lastly, infantile colic. The infantile colic, the lead definition, اللي هو مش بيحصل في الناس اللي أقل من خمس شهور. مش بعد خمس شهور أشخص infantile colic according to room four criteria. ولازم يجي ثلاث ساعات في اليوم أكتر من ثلاث أيام في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا. فطبعا في خلال الشهر اللي فات دوت وبالتالي ليه كرايتيريا معينة. هل كل عيان كوليكس العيال كلها على طول بتنزل وتقعد تعيط والسيمتومز بتبدأ بتاع الانفانتايل كوليك كلاسيك اللي يبدأ بعد أسبوعين وتنتهي بعد الشهر الرابع عمرها ما كانت موجودة. بس هو من ضمن الميكانيزم زي ما قلنا قبل كده إن أنا بيبقى عندي شوية فانكشنال لسه فيه ديفلوبمنت أندر ديفلوبمنت للديجستيف انزيمز ومنها اللاكتيز انزيم. لكن لو الانفانتايل كوليك ده عنده excessive bloating, inconsolable crying, الأم الجدة مش عارفة تهديه, severe fussiness, frothy stools, watery diarrhea, nappy rash و excoriation, ساعتها غالباً الانفانتايل كوليك ده is associated with lactose intolerance وساعتها he can benefit من اللاكتيز انزيم مع البريست فيدينج ونكمل البريست فيدينج وما نعملش الميس مانجمنت اللي كان حاصل ونوقف اللاكتيز ونوقف سوري ونوقف اللاكتوز للأم ونوقف الديري برودكتس للام ونقلبه على لاكتوز فري فورمولا. اقدر استخدمه فروم بيرث طبعا اقدر استخدمه وزي ما قلنا الديفلوبمنتال اي بريتيرم بيبتدي ديفلوب عند 34 اسبوع اساسا انترا يوتراين. فلو انت عندك بريتيرم مولود قبل كده طبعا هو هيبقى محتاج اللاكتيز انزيم يبقى موجود معاه لانه هيحسن الابزوربشن لانه ديفينتلي اللاكتيز ترانزينتلي قليل لغايه ال 37 ويكس. هاو تو يوز في البريست ميلك هتحط تي سبون with the needed number of drops would administer directly into the baby's mouth we repeat the process with every time you start breastfeeding هتدي directly في الماوس. طب ولو فورمولا fed ولا expressed breast milk في الحضانات كتير expressed breast milk add the number of drops directly to the milk shake the bottle well leave the mixture to stand for 5 minutes before feeding the baby fill a teaspoon with the needed number of drops to administer directly into the baby's mouth لو العيان دوت هتحتاجه بعد كده. الدوسج نعم انا 46 سلايد بس فاضلين. الدوسج بتاعتنا الدوسج وهي 1 دروب لكل كيلو. فلو هو بريست فيد وزنه 5 كيلو هتيجي الام ترضعه تدي له 5 دروبس على معلقه وتديها له. الاكسبريست بريست ميلك بدي دروب لكل 20 مللي هياخد 120 مللي هياخد 6 دروبس على البوتل ديت وتسيبها 5 دقائق وتديها له. الكونتنتس بتاعتنا طبعا الباك فيها 300 دروب وبتدي الاماونت اوف انزيمز اللي موجوده ال 15 مللي فيها 45000 لاكتيز انزيم. الاستابيليتي طبعا موجود اوفر ذا شيلف مش محتاج ان هو يتحط في الثلاجه. اوكي 24 مانس موجود بره بس وانس انك فتحته وبدا ان يوز ما يقدرش يقعد اكتر من 3 ويكس. وإيفيدنس بيست اتعمل عليه حاجات كتير في الويت جين في البري تيرم واتعمل في الانفانت كوليك فولوينج ريدكشن اوف لاكتوز لود مع اللاكتيز موجوده واتعمل برضو الكلينيكال افيكاسي اوف لاكتيز انزيم سبلمنت في الانفانت كوليك ودي راندمايزد كنترول ترايلز بس لما يبقى فولفيلينج الكرايتيريا اللي احنا قلناها. This is my take home message ما طولتش اهو. The transient GI disorders occur in the newborn along the course of their development path and might cause considerable discomfort to the infant and hence the caregivers. What would you do in a breastfed infant with lactose intolerance? زي ما قلنا قبل كده هل اوقف كل ده؟ طبعا مش هنوقف بس دلوقتي عندنا اوبشن موجود انك تقدر تستخدم اللاكتيز انزيم موجود. اوكي بقى افيلبل دلوقتي فبدل ما تقلب للو لاكتوز فورمولا او لاكتوز فري فورمولا عندك اوبشن دلوقتي موجود اسمه لاكتيز دروبس تقدر تستخدمه فيري ايزلي. وفي الفورمولا فيد انفانتس طبعا مش محتاج انك تتشينج الفورمولا لا بالعكس كونتينيو ذا ستاندرد فورمولا وذ ذا يوز اوف لاكتيز انزيم وذ ذا ستاندرد فورمولا. لاستلي تيبس فور ذا تشيلدرن اللي عندهم لاكتوز انتولرانس في الكبار شويه بيقول لك خد سمول اماونتس اوف سيرفينج eat dairy with other foods عشان تقلل الباسج في الجات فيبتدي اللاكتيز اللي موجود في الانتستين يقدر يكسره لان هو لو عندك رابيد ترانزيت تايم مش هيلحق يكسره. فبيقول لك كل فود مع الالبان عشان تقلل شويه. خلي بالك ان الفاتس في الفول كريم زي ما قلنا الفول كريم احسن كتير قوي
اوكي من الكونتنت بتاع اللاكتوز من اللو كريم. خد الفول فات هيسلو داون الباسج. السكيمد اتفقنا فيه مور لاكتوز عن الفول كريم، وده على اعتقاد قبل كده. استخدم اللاكتوز فري برودكتس whenever possible الحاجات دي، او استخدم اللاكتيز انزيم whenever available مع اللاكتوز انتوليرانس. اند داستلي ذس از اور هابي بيبي اللي هيقعد ياكل ان شاء الله طول العمر، وادي واخد كل الحاجات كلها موجوده معاه. اند لوكينج فورورد تو سي يو ان افري كونفرنس، سويتشينج فروم ذس فاسي بيبي اند اريتابل بيبي to these happy babies lying comfortably. And thank you very much for your attention. عموما انا بس عايزه اقول كلمه واحده هضيف لكميه التشويسز بتاعت حضرتك قبل يوز اوف لاكتيز انزيمز في البريست فيد انفانتس كوليكس، ان الامهات طبعا ري اشورنس، لان انت زي ما قلت في ديفلوبمنتال ديلي، اند يوز اوف بروبايوتكس فور ذا ماذرز بيت فيري هيلب فور ذيس بيبيز قبل، لان برضو لقينا كتير قوي دلوقتي بيستخدموه في الانفانتال، اي طفل بيمغص بيستخدموه قوي، لا ري اشور ويستخدموا بروبايوتكس للامهات في الدير دايت. Thank you very much, Dr. Mohammed, عشان انا هبتدي كده الساعة 9:30. انا كنت اتاخر انا